السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام. تابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباراة اليوم 14/2/2023، اليوم الثلاثاء 14/2/2023 في مباراة من الجولة 17 من الدوري السعودي، مباراة مقدمة. الشباب اليوم فاز على أبها 2-0، أحرز دفاع الشباب إيفير بانيغا في الدقيقة 22 وكارلوس إبريليو في الدقيقة 56. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين. متصدر الدوري السعودي متابعينا الكرام الشباب المركز الاول 40 نقطه، النصر المركز الثاني 37 نقطه، الاتحاد المركز الثالث 37 نقطه، الهلال المركز الرابع 32 نقطه، التعاون المركز الخامس 30 نقطه، الفتح المركز السادس 25 نقطه، ضمك المركز السابع 22 نقطه، ابها المركز الثامن 22 نقطه، الطائي المركز التاسع 21 نقطه، الاتفاق المركز العاشر 19 نقطه، الفيحاء المركز 11 19 نقطة، الرائد المركز 12 19 نقطة، الوحدة المركز 13 15 نقطة، الخليج المركز 14 13 نقطة، العدالة المركز 15 9 نقاط، والباطن المركز 16 والأخير 3 نقاط. متابعين الكرام، بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين تاليسكا لاعب النصر المركز الأول 13 هدف، المركز الثاني كارلوس إبريلو لاعب الشباب 12 هدف، المركز الثالث عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد 11 هدف، المركز الرابع فراس البريكان لاعب الفتح 8 أهداف، أودي نغالو لاعب الهلال. وبالنسبة لصناع الأهداف، المركز الأول كاكو لاعب التعاون صنع 8 أهداف، المركز الثاني سفيان بن دبك لاعب الفتح صنع 6 أهداف، والمركز الثالث أجور كورنادو لاعب الاتحاد صنع 5 أهداف، ونوليدج موسونا لاعب الطائي، محمد فوزير لاعب الرائد. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.